أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحرص جمهورية العراق الشقيقة على المشاركة في منتدى حوار المنامة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله مع معالي السيد إياد علاوي نائب فخامة الرئيس العراقي بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. ونوه سموه بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات، متمنيا للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار. وتناول سموه مع نائب الرئيس العراقي عددا من المواضيع المتعلقة بتطورات في المنطقة، كما استعرض اللقاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال منتدى حوار المنامة.